نعلم هذه يعني بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، ربما كثير من المنتجي وأيضا الأصحاب المصانع هم يبدأوا يعني أعمالهم عبر يعني عبر البث المباشر، وأيضا يعني نعتبر هذه يعني أشكال الجديد وأيضا يعني سهولة للمواطنين ليشتغلوا في هذه المجالات. ممكن تؤدينا لنا بعض يعني مزيد من المعلومات حول يعني أشكال بث مباشر في الترويج وتحفيز الاستهلاك؟ مثلا كما أعرف مقاطعة يونان هي يعني محصولات زراعية فيها مشهورة جدا، هناك فواكه لذيذة بأشكال وأيضا الأطعمة مصنوعة بالفواكه الطازجة، ولكن بسبب حدوث الجائحة لا يمكن أو لا تستطيع لهذه يعني مصانع صغيرة ومتوسطة التي تنتج المنتجات الزراعية أن تنقل منتجاتهم إلى خارج إلى المقاطعات الأخرى، مثلا موز مجفف وفراولة مجففة، يعني فواكه مجففة وأيضا فواكه طازجة لذيذة جدا، ولكن لا يستطيعون أن تنقلوا إلى المدن الأخرى. في ظل ذلك أعرف أن هناك يعني مستضيف أو مذيع مشهور جدا في البث الحي المباشر لتسوق ويع، هي تقوم أكبر مشاهير نعم في الإنترنت، نعم تسويق هذه المنتجات الزراعية في مقاطعة يونان، وبعد ذلك بعد أن يعني تسويق هذه المنتجات في غرفة بث المباشرة التي تقوم بعمل في هوية، يعني أصبحت هذه المنتجات مثلا موز مجفف وفراولة مجفف وأناناس مجفف مشهورة جدا على الإنترنت. مثلا هناك ساحة بيندودو كما لاحظت، هناك منتجات أصبحت المنتجات الزراعية في مقاطعة يونان ظهرت أكثر على هذه الساحة، وأظن أن هذه صورة من التسويق قد ساعد الفلاحين والمصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة حجم بيعهم. نعم.